الله يقومك بالسلامة. الله يسلمك. لا تنسوا الموعد الأسبوع الجاي. ليش بتكرهيني كل هالقد؟ ما عم بفهم. يعني انا شو بفرق عن بنتك الثانيه؟ مو نحن التنتين بناتك. اسمعي، انا رح اقول لك كلمتين. ضليت سنين وانا عم بحب الانسان الغلط، تركت اهلي ورحت معه، حاربت الدنيا كلها كرماله، ضحيت بعمري مشان واحد ما بستاهل، ظلمني وقهرني وبالاخير تركني ومشي. بحياتي ما شفت يوم حلو معه، ما عشت الا العذاب. امشي ولا عاد تجي لعندي. انتي اصلا مثل ابوكي، بحياتكم ما حبيتوني، وبعتبر حالي ما خلفت بنت تانيه. اعتبريني مو موجوده بنوم، لا بقى ترجعي، فهمتي؟ خير إن شاء الله. هاي ليلى. ألو ليلى. شو صار؟ سكرت الخط. ليش اتصلت إذا بدها تسكر؟ وليه أنت شو كنتي بدك تساوي؟ كنتي رح تقلي لهم وين نحن وتنزعي كل شيء؟ مرة تانية إذا حملتي هالموبايل بإيدك رح أقتلك بإيدي، عم تفهمي؟ خلينا لنشوفها منعرف، بس مستحيل سامحها على اللي عملته. فاطمة، جزداني ضايع، بتعرفي وين ممكن يكون؟ لا ما بعرف، بس رح دور لك عليه. ليش هيك لونك مخطوف؟ قوم ارتاح بلا الشغل اليوم. لا يا أمي، ما فيني شي بنوب، لا. طيب نحط لك لقمة، نجيب لك شوية نواشف وكاسة شاي. لا أمي، مو جاي عبالي. لا أنت مالك على بعضك، احكي لي وريح قلبك. متضايق من بهية شي؟ اتخانقت انت وياها؟ احكي لي شو في. لا مو هيك القصة. بصراحة متضايق من تصرفات عدنان، هي هي القصة مو شي تاني. قالوا نعم. الحقيني أمي، الحقيني، خلص أنا رح موت من الوجع. أمي شو صاير معك؟
يا رب كن معنا وساعدنا نوصل على أورفا بالسلامة. لك وين راح الجزدان؟ اجوا الشرطة لهون آغا وعم يسألوا عنك. الباقية بحياتك. عزت مات الله يرحمه. انت كل كار عم تكذبوا علي. عزت مستحيل يموت، روحوا دوروا عليه. الو سهرة، هذا انا عمك عزت. بنتي طلعي تفتلي شوي، الهوى نظيف بيريحك وبفيد اللي ببطنك. تأخر الوقت، رجعي وعدي بمكانك، أنا بكرة بطالعك. لا تخافي، عنا أمان، ما بيصير لا شي، منخلي حدا يروح معه. إيه خلي رستم يروح معك، بس لا تتأخر كتير. انتي بتعرفي شي؟ والله احترت. منيح اجيت غانم، ما بعرف شوفن شو بدون. انا سألتن قلتلن شوفي شو بدكم من غانم، ما جاوبوني وقال بدن ياخدوك على المخفر. قديش لسه بدنا؟ قربنا نوصل نص ساعة. رح حاول دبر المأذون اليوم المساء لنكتب كتابنا أول ما نرجع. إيه خلينا نلاقي زهرة بالأول والباقي كله سهل. بوعدك إنه رح نلاقيها وبعدين بنكتب الكتاب على راحتنا. عدنان أنا وعدتك لا تخاف، ما رح أتراجع شو ما صار، وإذا ما كتبنا الكتاب اليوم لاحقين نعمله بعدين. بلا ما نبعد كتير منشان ما تتعبي بالرجعة. لا أنا ما بتعب. بس كأنه الجو صار بارد، مع أنه المشي كتير ريحني. معناها منرجع ما في مشكلة وبتردي بتطلعي بكرة. لا مبسوطة هون. فيك تجيب لي الجاكيت تبعي من البيت؟ لا بعطيكي جاكيتي. لا ما في لزوم، الجاكيت تبعي بدفيني أكتر بلا ما أمرض هلأ.
رح روح جيب الجاكيت وارجع. بس انت لا تتحركي من هون، اذا مرضتي الخانه وبتذبحني. وقبل ما يرموها من عالتلة ضاربين للمخلوقة كتير، وفي على ايديها زراء وبقع حمراء. هالجزدان مو لحضرتك؟ الشباب لقوه بمكان الجسة وقلنا يمكن انت بتعرف شي ممكن نستفيد منه. هاي هي الست المقتولة، تفضل شوفها يمكن تعرفها. لا سيدي، ما شفتها أبدا. يا ريت لو كنت فيني اخدمكم بشي. الله لا يبارك لك يا فاطمة، بيحطوا ملح بالقهوة مو فليفلة، تبحتيني، شفايفي مثل النار. مرحبا ابن العم. شو هاد؟ هذا انت؟ مزبوط انا. اذا هذا انت مين انت؟ انا كمان انا. معناتها هذا مين؟ وهذا كمان انا. ايه لك مزبوط، لك انا عملت منهم كثير ووزعتهم على الاولاد بالشوارع وصارت مليانه برشيد ابن عمي الفصعون. شو هاد؟ يا عيوني شو عامل بحالك؟ بيصير هيك؟ عم بتروح تزبط حالك وتعمل بوتوكس من وراي لك يا ابن العم؟ شو هذا البوتوكس؟ البوتوكس بالحقيقة هو سم أفاعي، والنسوان المشهورات بيحقنوه هون وهون بجسمهم مشان يزبطوا حالهم شوي ويصيروا أحلى يعني. بس لحد اليوم ما كنت بعرف إنه رجال كمان بيعملوه، وإنت بالذات يعني. لا تخليني أسفعك ولك، خلي البوتوكس يطلع من أحف راسك ويروح يكتبوا على قبرك ما بيسمي الحية. لك روق شوي وخلينا نفكر بحل هالمشكلة سوا يا عيوني. مشكلة شو؟ هلا رح أضطر إني أرسم شفايف الأقنعة من أول وجديد لحتى يصيروا زهري. زهر يا معطك، حط هذا على وشك. هات فرجيني لشوف كيف طالع هلا. طالع أنا ما أخ منك يا ابن عمي، شو بدي ساوي معك؟ شو رجعتوا؟ لا يا خانم، زهرة بدها تتمشى شوي كمان، بس بردت وإجيت لأخذ لها الجاكيت. زهرة وينها هلا؟ هي عم تستناني برا. لك أنت كيف بتتركها لحالها؟ تحرك خلينا نشوفها. أمي استحيلي، أمي بس قولي لي أنت منيحة؟ زفون البيت رقم 12، بدي سيارة إسعاف لو سمحتي. أمي يا حبيبة قلبي يلا تحركي، تحملي أمي دخيلك، لا تتركيني هلا. أمي أنا مالي غيرك بهالدنيا، دخيلك لا تروحي، الله يوفقك لا تتركيني هلا وتروحي.
لا تتركيني قبل ما تضميني مرة على صدرك وتقولي لي يا بنتي. انتظروني شوي، أنا رح سلم البضاعة وارجع. ما بيكون صار شي لعمو منصور، ما هيك؟ إذا صار له شي ما رح سامح حالي بحياتي. لا تاكلي هم، عمي منصور بيقدر يدبر راسه. وبس نوصل على هارمنلي أكيد رح نشوفه هنيك. وين تركتها؟ وين راحت زهرة؟ شو بيعرفني ليلى خانم؟ قلت لها تستناني هون. برافو عليك وانت صدقتها. فكر بالكلام اللي رح تقوله للخانم. بسرعة جيب السيارة وتعال. يلا روح. أنا رح ورجيك يا حية. مفكرة حالك كتير ذكية ما؟ تليفوني هنيك على الطاولة. عدنان وين ممكن تكون زهرة؟ يا ربي دخيل اسمك ساعدنا. مين؟ ما بعرف. ألو؟ ألو؟ عمي عدنان، هي أنا زهرة. زهرة؟ وينك أنت؟ زهرة. تمام، لا تتحركي، جايين لعندكم. عمي عدنان، إذا الماما معك ممكن تعطيني إياه؟ إيه طبعا خدي. زهرة يا أمي، أنا جاي لعندك. أمي أنا ناطرتك. نحن قراب منك كتير، يعني شوي ومنكون عندك. لا تخافي يا روحي، لا تخافي. أمي في شي ضروري لازم قلك عليه هلا. أنا شفت عم عزت. أمي عم تسمعيني ولا لا؟ عم قلك أنا شفته لعم عزت. أمي هو عايش والله ماما. افتحوا الباب لشوف. افتحي ولي زهرة. زهرة خمس دقايق منكون عند الطمني. شوفي كأنك ما فرحتي، هاي زهرة حترجع لك. زهرة قالت انه عزت ما توفى. متأكدة انها شافته. رح يكسروا الباب. الله يوفقك، لا تخليهم ياخذوني. تعي امشي، خليني طالعك من هون. يلا. وين وكيف شافته؟ شو حكت معه؟ قالت شافته وما قالت شي تاني. بعرف ليش هيك عم تقول. عم تساوي جهد لتخليني اترك القصر. عم تحاول تمنعني بأي طريقة. ايه معك حق،
لأنه ما في غير هالسبب. يعني مو معقول يكون عزت عايش وما يرجع. أنت منيحة. إيه منيحة. هي آخر ضيعة على الطريق، بدي سلم البضاعة لأصحابها وبعدين منطلع بوشنا على هارمانلي. تحملي كمان شوي، ما بقى كتير. افتحوا الباب أحسن لكم. لك عمل لك افتح الباب زهرة. خير شو بدكم؟ زهرة مو عندك؟ أنا ما بعرف وحدة اسمها زهرة وما عنا حدا بهالاسم. إذا هيك ليش ما فتحتي الباب فوراً؟ لأني كنت عم أغسل فوق. يا قليلة الحياة، عم تكذبي علي؟ زهرة! لا أنت جنيتي. زهرة! وينك يا حية؟ وين متخبية؟ على أساس ذكية. تعي لهون، تعي، تحركي، امشي. يلا ولي، يلا. عم تهربي مني ما؟ فكرتي إنك رح تقدر تهربي؟ عن جد أنت غبية. رح خبر ستي لورين عن عملتك هي وهي بتحاسبك بطريقتها. قومي لشوف، قومي، تحركي، قومي أحسن ما كسرك. شو ما عم تسمعي؟ يلا لك قومي، خلصيني. فاطمة! فاطمة رح تجيب أغراض. قلي بدك شي آغا؟ كنت بدي إلا تعمل لي قهوة. طب أنا بعملها. شو القصة غانم؟ ليش كانوا طالبينك على المخفر؟ مو أنا كنت مضيع جزاني، قاموا لقوا لي. أنت اتصلتي بحدا؟ قولي الحقيقة. سألتك جاوبيني، قولي اتصلتي وخبرتي حدا بمكانك؟ اتصلت وخبرت، حكيت أمي وخبرتها ورح تجي تاخذني منهم. والله أنا طقيت وطلعت روحي منك ومن هديك البلوة اللي اسمها ملاك. هذا عدنان آغا. أمي! اشتقت لك كتير. تعي. انزلي وليه. ما حدا رح يقدر يبعدك عني. أمي، سمعتي الكلام اللي قلت لك يا عمو عزت عايش مانو ميت. أنا نفذت اللي طلبته مني ستي لورين. قالت لي لا تخبري حدا عن مكان زهرة. قلي لي وليك، مين الأغا تبعك؟ مين الأغا؟ أنت يا أغا. معناها بتنفذي اللي أنا بقول عليه، مو كلام الناس، فهمتي؟ ليدي، يعني ست يعني بتعرفي انه انا رح صير رئيس بلديه، فانت حتكوني واقفه جنبي. قال بده يعملني ليدي هالمضروب. يا الله دخيلك. راشد. لك انا رشيد واحد مو طايق. بدكم تصيروا 10 هلا بخلقتي. راشد. رح انزل على السوبر ماركت، بدكم شي؟ لا يسلم. قلي لي، صدقتي اللي قلته معي؟ انا شفت عمو عزت عن جد. انت الظاهر مشبهه عليه.
لا أمي، أنا ماني مشبهة عليه، شفته بعيوني التنتين. هلأ ما عاد في داعي تتزوج يا عمو عدنان، وفينا نمشي نحن التنتين. جيب لي مازون البلدية الليلة على القصر، الكتاب رح ينكتب اليوم مو بكرة. يلا هلأ فينا نهرب منه. يلا انزلي أمي. كان بيودي كتير إنه اللي قلتي يكون حقيقي يا بنتي، بس لا، زهرة حبيبتي نسيها القصة. عزت توفى، وصلت زمرد راحت زارت قبره. لا صدقيني، هن غلطوا وأنا متأكدة. مستحيل. الله يخليكي، الموضوع مو مثل ما أنك مفكرة. يلا خلصنا، ساعتين بالكتير ومنكون بالقصر. يسلموا ايديك اخي، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله معكم. تعالي نرمين. ايه وعمو منصور وينه؟ طولي بالك الا ما تلاقيه اجا، اكيد لساته على الطريق. خلينا نستنى. اوف. هي قرايبتي. الو، كيفك يا امينه؟ ايه ايه عال عدنان اجا واخذ زهره. طيب مين اللي درى عدنان انهن عندك؟ مين اللي خبره؟ ايه وهلأ شو بدنا نساوي؟ اكيد بيكون فؤاد مسكه وقتله بسببي انا. انا متأكد انه رح ينفذ من بين ايديهم. بجوز اضطر يتخبى منه. منيح انك معنا، بحس بالامان لما انت تكون موجود. بدكم تتعودوا على وجودي ليل نهار، لانه رح ضل جنبكم من هاللحظة. ملك رح تصيري مرتي، وزهرة مثل بنتي. رح نخطف زهرة من القصر ومنسافر نحن الثلاثة، ومنبلش حياة جديدة برات البلد. ليش لفقت من هون؟ هيك أحسن، لأنه في حادث وهذا الطريق قاصر. نرمين خلينا نروح. لوين؟ على هارمنلي. من اليوم ورايح وين ما بكون بتكوني معي. يلا. عدنان ما عم يرد على موبايله أبدا. طبعا ما رح يرد، لأنه ما له عين اللي ما بتتسمى. هديك الحية هي اللي لعبت بعقل عدنان، وهي اللي روحت عزت، وهلأ إجا الدور على عدنان. مساء الخير. يا
ريت لو أخذتك على المشفى قبل ما أجيبك لهم. مو مشكلة، أنا منيحة، لا تشغل بالك. زينب رفيقة ملك، بتكون دكتورة وساكني معها، خليها تطمن عليك. شو هون ساكنة ملك؟ ايه نرمين، هون ساكنة. لا تخافي أمي، رح تتحسني، أكيد رح تطيبي. أمي لا تتركيني وتروحي يا حبيبة قلبي. اللي سويته فينا شي ما بيدخل العقل يا عدنان. ولك كيف عم بتطاوق على هي المجنونة؟ وكيف ما عاد فكرت بعقلك يا أغا؟ أنا ماني محتاج لحدا ينصحني، بعرف منيح شو عم ساوي. لا مالك عرفان شو عم بتساوي. بدك تدخل هاي الحية بإيدك على عائلتنا؟ معقول توقف بوش عائلتك مشان وحدة مثل هاي؟ ملك هي أمّا لزهرة، وما حدا بيقدر يدير باله عليها أحسن منها. وبعد شوي رح تصير مرتي رسمياً، وخانم عشيرة كيرمان. ما كفاكي موت عزت، جيتي لتلعبي بعقل عدنان وتقضي عليه؟ ستي لا عاد تحكي على ملك، ما رح اسمح لحدا يجيب سيرتها. ملك من اليوم ورايح هي ست القصر. ايه من اليوم ورايح بتكون هي ست، بس اذا ضلت بهالبيت انا ما رح اكون موجودة. شوف الخير على وشها. أنا خجلان لأني قلت لك ابني، ويا حوينتي الأغوية. ما نوم بالبيت؟ ايه منروح على شيكولا بالتليفون ومنحكي معهم؟ صار لي زمان عم بتصل على الموبايل ملك، وعم يطلع مسكر. مو قلت عند رفيقة دكتورة؟ حافظ رقمها؟ زينة المشكلة اني مو متذكر رقم موبايلها. اذا زينب مانا بالبيت اكيد بتكون بالمشفى، فينا نتصل فيها على المشفى. يلا خلينا نروح. انت منيحة؟ منيحة. الله يوفقك. استني دخيلك، لا تروحي، فكري شوي. انا بدي اروح، وخلي اللي دخل الحي يقلع شوكه بايده. ستي لورين لوين رايحة؟ أمي رح تمشي وتترك قصرها مشان ما تشوف فضايح عدنان. الله يطول بعمرك، لا تروحي وتتركينا لحالنا. إذا في حدا لازم يمشي فهو هديك الحية. عدنان خلص اختار يا بنتي، سمى لهديك الحية تغلغل بالشرايين، والكلمة اللي بحكيها ما عاد إلى قيمة عنده هلأ.
لا تخليها تروح، قوم لحقها إلا ترجع بسرعة. الله يريحنا منك. عيونة، لو سمحتي لا تتزوجي عم عدنان. الله يوفقك زهرة. حبيبتي أنا بعرف ليش هيك عم تساوي. صدقيني أنا مو زعلانة منك لأنك كذبت. لا تزعلي حالي، أنا مجبورة أني أتجوز عدنان. لا أنا والله ماني عم بكذب عليكي. عمي عزت عايش مو ميت، والله العظيم شفته بعيوني. مساء الخير، يعطيكم العافية. لو سمحتي فيني أحكي مع الدكتورة زينب؟ تمام، شوفي لي إياها. هي بالمشفى. هي مانا موجودة بأوضتها، ممكن تكون مشغولة بقسم الإسعاف. إيه فهمت عليك. لو سمحتي ممكن تسجلي على ورقة إنه عزت كرمان اتصل فيها؟ تمام، بس شوفها رح أعطيها الورقة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعطيك العافية. إيه شو بدك تعمل هلأ؟ بدنا نروح على القصر، يمكن زهرة بتعرف ملك وين بتكون. يلا. نروح نلاقي عم عزت ونترك هالقصر ونطلع. نحن مو هيك كنا متفقين؟ مو على أساس رح نسافر مع عم عزت لبعيد كتير؟ ها؟ ما عاد فينا هلأ، ما عاد نقدر. ما عارف إنه صعب تتقبلي هالوضع، بس عزت توفى. أنا يا دوبني عم أتحمل بترجاكي لتزودي علي أكتر. أنت هيك عم تعذبيني. يا ريت لو يصير مثل ما قلتي يا زهرة. يا ريت لو يرجع عزت. بس هالشي مستحيل، ما رح يجي. وصل المأذون والشهود جاهزين وناطرينك تنزلي. صرتي منيحة؟ رح تكوني أحسن. خف وجعك أمي؟ إيه بنتي خف. Aşk sana geldim.